على هامش فعاليات الدورة 16 لمؤتمر حوار المنامة، اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية يوم أمس مع معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يلبي تطلعات الدول الأعضاء ومواطنيها نحو مزيد من التعاون والتكامل، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.